موت احبكم وايد. شهاب وينك الحين؟ وشو اللي قاعد يصير شهاب؟ راح اقول لكم كل شيء بتفاصيل، بس قبل لا ابلش بوريكم شيء. لان كسرتوا خاطري يعني خلاص، يعني بوريكم عادي، لان بس شيء كنت قاعد اتسلم معاكم. بس يلا خل اوريكم، دام شيء وايد كان نرفزكم البعض، فراح راح اوريكم متابعيني حبايبي. الحين جوازي، هذا هو جوازي، وافتخر اني ايراني، افتخر وافتخر اني انولدت وعشت وتربيت وكبرت في دولة الكويت، على راس الكويت وعلى راسي جنسيتي، وافتخر واقول اي نعم جنسيتي الايراني. اللي صار لكم 4 سنين تحاولون تعرفون جنسيتي، اوكي بعدين شو في الايراني؟ الحمد لله احنا كلنا عارفين تاريخ إيران شنو، وكل دولة عندها تاريخ، وكلنا والنعم كل جناسي وبكل الدول على راسنا كلنا. بس حبيت أقول لكم إن أنا جنسيتي إيراني، بس أفتخر بجنسيتي وأفتخر بتاريخ إيران، أفتخر بكل شيء، وأموت على الكويت، وأموت إن أنا عشت وتربيت في دولة الكويت على راس الكويت وكل الدول. نعم أنا يتيم الأب ووحيد أمي، وعندي أختين، وأنا اللي شايل البيت، وأنا اللي أساعد أمي وخواتي. الحمد لله أمي شايفة خير، بس أهم أنا أساعدها. أمي عندها بزنس خاص فيها، وأنا هم قاعد أساعدها، هاي أمور خاصة. أنا مصدر رزقي كان سوشيال ميديا، الحمد لله مكمل دراستي، بس انه شوي لهيت بالسوشيال ميديا لان كنت قاعد اساعد امي وايد بهذا الشيء. فانولدت وعشت في دولة الكويت. واجب علينا كلنا الكويتي وغير الكويتي يحترم قانون الكويت. في مثل تقول يا غريب كن اديب، صح؟ الغير كويتي يعني انت بلد مو بلدك، فانت احترم قوانين، صح ولا؟ انا معاكم، اوكي سناب الجاي. طبعا انا راجعت مباحث الاداب قبل شهر، كان طالع لي فيديو صوروني بدون علمي، وانا عمري ما تكلمت عن هالسالفه، لان الفيديو بين ربع عادي يقطون احن البعض. لما تقعد بين انت ورفيجك ما تسبون ما تغلطون، حريه شخصيه بينك وبين نفسك. بس غلط شخص يصورك بدون اذنك، بدال لا يحط فلاش بوجهك يشغل فلاش الكاميرا الصجيه مو فلاش، اوكي راح احنا راح على هالسالفه. انا رفعت قضيه على الشخص اللي صورني بالمباحث الاداب بجرائم الكترونيه ان صورني بدون علمي، وقلت اقوالي وطلعت، وهم وقعت تعهد معهم ان هذا شيء لا يتكرر فعلا. شنو صار؟ أنا أقول لكم. وبعد فترة مرة ثانية راجعت مباحث الآداب في فيديو ثاني، أن فيديو أنا وفلاح ميجو اللي هو قط عليه كلمة، اللي هو يتحمل مسؤولين، هو لايفه، هو اللي قال الكلمة. وللعلم تم تصوير هذا اللايف قبل شهرين، قبل أوقع تعهد، لأن لما توقع تعهد لتسوي شغلة مرة ثانية فتتحاسب قانونية. فهذا هذا الفيديو مال فلاح ميجو قبل لا أوقع مع قبل لا أوقع تعهد. أنا قلت زين منو اللي شاكي وكذي؟ قالوا لي في واحدة اسمها ليلى، إنها هي كانت طالعة بالسناب قايلة يا جماعة بحط لكم رقم، اي شيء تشوفونه مخل الاداب دزولي على رقمي، انا خليكم ترفعون قضيه وكذي. هي قالت هالكلمه مخل الاداب، الحين حاط لكم فيديو هيك قاعد تقول هذا الشيء. طبعا عرفتوها هي منو، يعني معروفه، هي معروفه بشنو، هي معروفه كشنو ومعروفه بشنو، كلنا عارفين. ما قاعد غلط انا شيء، قاعد اقول معروفه بشنو عادي، معروفه بميك اب، معروفه بشيء ثاني، بالبلوجرينج، ونعم فيها والله. انا الحين بحط لكم فيديوهات الاستاذه ليلى الكندري عشان تعرفونها اكثر. اي شيء قانون يتامر علينا نمشي
وراء كلام القانون ونحترم القانون غصبا علينا كلنا. القانون فوق كل شيء، تحترم القانون. أنا الحين كمتابع أدش اليوتيوب أكتب أنتي أستاذة ليلى، أنتي أكاونتك بابليك، أكاونتك بابليك صح ولا لا؟ أنتي رفعتي تليفون صورتي صح ولا لا ونشرتي. أنا الحين أنا أنتي دائما نشرتي ولي حق أني أنتقد أو أرد على الفيديو أنت نشرتي، إذا مو عاجبك على ليش نشرتيه بالعام. فأنا الحين بنزل بحط لكم فيديوهات اللي أنا شفتها مصورة هي بسنابة منزلة وموجودة باليوتيوب، الحين بحط لكم. Is the campaign niggas trying to run shit, pull a hamstring. I'ma do the damn thing, baby, do the damn thing. Damn, got the shit that you grew up on. يا هال اكل ووسخ نفسي، شوفوا الشوربه كلها مكبوبه على ملابسي. واي كتميت يهول. يا هال اكل ووسخ نفسي، شوفوا الشوربه كلها مكبوبه على ملابسي. واي كتميت يهول. قلبي هذا ويتكل هذا. انا ادري انك تكرهوني، سبب رزقي بالانستغرام كل قاعد تشوفون عشان اصرف على نفسي وعلى امي. انا ما اقول لكم ان انا شريف روما ما اغلط وشي، انا اصدقائي البنات المشاهير كانوا يطلعون معاي المقابل شنو احط سناباتهم، لما يطيحون المشكلة انا اساعدهم اجيب لهم اعلان، يوني يسولفون عن حياتهم عندي وانا اواسيهم اقول لهم اي تشي تشي تشي، ياخذون حاجتهم خلاص. ترى كل بسوشيال ميديا كذي، ماكو ربع، كله مصلحه بمصلحه. خرى على السوشيال ميديا، انا مو هامي السوشيال ميديا الحين، انا هامي شيء واحد بس، انا هاملي شيء واحد بس، بس امي. تخيلوا دقيت عليها ما رضوا يعطوني تليفون، دقيت عليها الساعة 3 الفجر وانا بالطيارة، هي نايمة عبالها اني يمكن راح اطلع باكر العقبة. يما انا بالطيارة. ازر حطوا نفسكم مكان الام، او انتوا عندكم ام، كلنا عندنا ام، ما راح شو راح تحس هي تتوقعون؟ انا عمري 18 ادري انا اطلع اصور، جاهل مراهق يصور، يمكن الحين يصور باكر ينسى يكبر، يعني يتعلم الاغلاطه وكذي، يحاول انه يستفز الناس وكذي. انستغرام كبره كله شو، ما في شيء صدق. بس انا الحين بقول كلمة حق الأختي ليلى الكندري. أنت ولدك إيراني الجنسية، لو صار أنا قاعد أعطيك مثال،
راح وانتي بعيدة عنه ما راح تحترقين، ما راح تموتي من داخل عوار قلب الأم اللي انت للحين ما حسيتيه. لما تحسين بعدين راح أعرف الجواب منك. شهاب ليش صورت مع زميلاتك البنات بسوشيال ميديا اللي نفس شهرتك وكذي؟ هما أكبر مني، عمرهم عادي يطق 30-40، أنا كم عمري 18. للعلم هما يدقون شهاب تعال خلنا نصور ما أدري شنو وكذي، بس بالكاميرا يبينون شهاب لا تصور. ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أدري أنتوا قاعد تسبون تشمتون فيني كلكم، بس ما تعرفون الشهاب بالصدق شنو. وأنا مو مجبور أبرر لكم أنا شنو، اللي كان معاي يعرفني وقفاتي مانا بخير. شوفوا احنا عند فيلتنا شحالاتها، الجبال قدامنا، شوفوا نشوف كل الطهران هنا. بس انا راح استمر اقدم موهبتي وأونسكم، انزل فيديوهاتي واحاول ان انزل اشياء حلوة لكم تستفيدون. أنا تعودت عليكم والله العظيم، بس فراق أمي والله تذبح قسما بالله. يا جماعة أمي يعني ترى سافة ما فيها كذب.